لطفي اتفضل. محمود هنا يا محمود؟ جوه في اوضته يا اخويا، مش طايق يكلم حد. منهم لله، منهم لله اللي كسروا نفس ابني. انا ادخله. ادخل يا اخويا، ده ما حطش لقمه في بقه من ساعه ما جه. حضري له الاكل، هاكله غصب عنه. ربنا يكرمك. يا أبو حنفي. بابا. بابة إيه بقى؟ إذا كنت اترفدت من شغلك وما قلتليش. أنت عرفت إزاي؟ عرفت من محرم. ما كنتش عايز أضايقك. يا ابني إذا ما كنتش أنا اللي أشيل همك، مين اللي يشيل همك؟ أنت هتشيل هم مين ولا مين بس؟ أنت مالك أنت؟ هو أنت اللي أبويا ولا أنا اللي أبوك؟ هتتعدل إن شاء الله. لو أنت فاكرني هسيبك. على فكرة أنا جاي من عند محرم دلوقتي بيقول فيك شعر. محرم بيه؟ والله الراجل عمل اللي عليه وزيادة، كان واقف جنبي وقفة كبيرة قوي لولا بيبرس. معلش يا ابني، على العموم أنا اتفقت مع محرم، أي شركة جديدة هيروحها هياخدك معاه. أنا كمان كلمت ناس من اللي كنا بنتعامل معاهم في الشركة، قلت لهم إني سبت الشغل. قالوا لي يعني في احتمال أنزل معاهم الشهر اللي جاي وربنا سهل. أنت مليون شركة تتمناك، بس أنا مش عاجباني قعدتك لوحدك دي. أمك كمان ذنبها إيه تشيل همك؟ هو ده اللي مخليني قاعد لوحدي. يرضيك تشوفني وانا في الحاله دي؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. محمود موجود؟ طبعا موجود. هيروح فين؟ واحد مرفوض هيقعد في بيته زي الولايه بقى. ده جزاته اللي كان شايل لكم الشركه كلها فوق دماغه. صدقيني انا ماليش اي دخل بالموضوع ده، انا فوجئت زي حضرتك بالظبط يا طنط. ونيه بلا طنط بلا زفت بقى، انا عندي الضغط. اتفضلي. تعالي حبيبتي، تعالي تعالي. ده انت جيتي في وقتك. الواد ده اصله مورينا الويل، من ساعه ما اترفد ما حطش في بقه لقمه. هياكل، بس يا ريت الست ام محمود تجيب لي شوكه وسكينه عشان اكل معاه. انا كمان ما اكلتش اي حاجه من الصبح. ايه شوكه وسكينه؟ امال صوابع البني ادم بيعملوا بيها ايه؟ ماما وبعدين؟ طب على الله يا اختي، اكلي يعجبك لحسن ترفدين انا كمان. ماما شوكه وسكينه. حاضر، نورتي. معلش انا سلايله، ماما اصلها بتحبني زياده عن اللزوم. انما انت ايه اللي جابك؟ اللي جابني هو ان ربنا ما يرضاش بالظلم يا عم لطفي. انا جاي اعتذر بالنيابه عن بيبرس اخويا. تعتذري عن ايه يا انا سلايله؟ انت عملتي حاجه عشان تعتذري عنها؟ ازاي بقى، ده انتوا وقفتوا جنبي طول المده اللي فاتت، مش معقول يكون ده جزاكم. شايف يا واد الادب والاخلاق؟ ربنا يحفظك يا استاذه. الشوكة والسكين. لا ميرسي يا طنط، قصدي يا ست ام محمود، انا هاكل بايديا. امال صوابع البني ادم بيعملوا بيها ايه؟ بيجيبوا بيها الشوكة والسكينه ويرجعوا تاني. شوفوا بقى، انا قلت البيبرس اخويا يرجعك الشغل وهو قال لي ما عندوش مانع. اهو اتحلت اهي. لا يا بابا، انا بقى عندي مانع. انا مش ممكن ارجع الشغل بواسطه. انا برضو واسطه؟ انا شريكه في الشركه يا ابني، ولا انت نسيت؟ ايه انت منشف دماغك ليه؟ بتقول لك هترجع ايه؟ مالك يا نكدي؟ معلش يا بابا، خليني على راحتي، انا مش هرجع الشركه دي تاني، وزياره الانسه ليلى على راسي من فوق. طب انا همشي بقى. شفت اديك زعلتها؟ اصل انا ما اقدرش افرض عليه حاجه يا عم لطفي. ايه يا بنتي مستعجله ليه؟ ميرسي قوي يا ست ام محمود على الاكل. اكل ايه وانت قربتي الحاجه؟ على فكره انا قلت له هو يرجع الشركه وهو اللي مرضيش. ليه يا محمود؟ جايه لنا لغايه عندنا، اصيله وطيبه والله. ما انا بقى معتمد عليكي عشان تقنعيه، انا خليته ياكل، حضرتك بقى خليه يرجع الشركه. باي باي. مع السلامه. بقول لك ايه، ما تزعليش مني، انا زعلي زي البالونه، دي فرقه على ما فيه. لا خالص، ده حضرتك زي السكر. ده انت يا اختي العسل. ما تقومي وانت وصلها، حد يعكسها في الحاره. اه طبعا يا بابا حاضر. خطوه عزيزه. والنبي بنت زي الفل، بنت ناس بصحيح. بنت يا محمود. ربنا يحميها لك يا رب. خلي بالك هي لغايه دلوقتي ما تعرفش انها بنتي. قلبي عليك وعليها. اهلا. ازيك يا بابا؟ حاجات اهي يا ماما. حبيبتي. لمين البنت الحلوه اللي كانت مع محمود دي؟ دي واحده كانت زميلته في الشركه. يلا يا بنت تلاقيكي ما اكلتيش، يلا سخني لحسن الاكل بيت. طيب تاكل معايا يا بابا؟ لا لا متشكر. على مهلك على مهلك.